دراسة تؤكد أن العمل في المكتب واقفاً أفضل للصحة. أكد باحثون في بريطانيا أن علاقة العمل والمكتب له أثاره السلبية على جسم الإنسان، فالجلوس اليومي لفترات طويلة غالباً ما تكون غير صحية، إذ لا يكون الجلوس طويلاً صحياً ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض عدة. ومن أجل دراسة ذلك، وفر الباحثون ل 77 موظفاً مكاتب قابلة للتحرك رفعاً وخفضاً. كما زود الموظفون بمعلومات عن العواقب الصحية للجلوس طويلاً، وسجل عند الخاصرة النشاط الجسماني للموظفين المشاركين في التجربة على مدى بضعة أيام عند بداية التجربة، وكذلك بعد 3 أشهر ثم 6 أشهر. وأظهر تحليل النتائج أن برنامج العمل وقوفاً خفض أوقات الجلوس للموظفين بواقع أكثر من ساعة يومياً، فبينما بلغ متوسط وقت الجلوس بين 7 و9 ساعات كل يوم عند بدء التجربة، انخفض هذا الوقت بواقع 50 دقيقة بعد 3 أشهر فقط من بدء التجربة. واستطاع الموظفون خفض وقت جلوسهم أثناء العمل بواقع 1 ساعة و22 دقيقة يومياً، وهو الوقت الذي عملوا فيه في وضع الوقوف. كما وجد الباحثون في استمارات الاستبيان إشارات على تحسن كفاءة العمل والجهد الوظيفي للمشاركين في التجربة.